الحمد لله من خلال الاستثمارات الضخمة اللي دخلت، الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس اللي هي بباكج حضراتكم سمعتوها 8+1.2، يعني بإجمالي 9.2 مليار، غير الصفقة الحمد لله اللي تمت قبليها ب 35 مليار، غير إن يعني توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا أيضا إن عدد من شركاء التنمية الآخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى والاتحاد الأوروبي هيحطوا أيضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة، وحيتم الإعلان عنها. بالإضافة إلى ذلك، وأنا حابب أن أنا أكد هذا الموضوع، تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية. كل ده علشان ندبر السيولة المادية اللي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في موضوع العملة الصعبة، ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. هدفنا كله زي ما اتكلمنا امبارح في المؤتمر الخاص بصندوق النقد، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد، الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، الحاجات اللي من شأنها إنها بتخلق فرص عمل حقيقية وأيضا إنها بتدبر العملة الصعبة. الدولة المصرية عشان تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لازم انها تعمل بنية اساسية عشان تمكن من ان هذه القطاعات المهمة انها تنطلق بقوة، وهو ده الحمد لله النهاردة اللي احنا بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة.